الآن انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى أن أهل السنة والجماعة صلى الله يجعلنا وياكم منهم يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به من مكة إلى بيت المقدس، ثم عرج عليه الصلاة والسلام من بيت المقدس إلى السماء السابعة. نعم، وكلمه الله سبحانه وتعالى وفرض عليه الصلوات الخمس في ليلة أكرم بها النبي عليه الصلاة والسلام، وإكرام الأمة أكرام النبي صلى الله عليه وسلم إكرام لأمتي عليه الصلاة والسلام. نعم. وقد أسري النبي صلى الله عليه وسلم وعرج بشخصه في اليقظة بروحه وجسده عليه الصلاة والسلام، وحق حقيق حقيقة لا مجاز ولا تأويل. نعم. في اليقظة إلى السماء ثم إلى بيت غياثاً لأمته، لأن الآن نسأل العافية والسلامة في عرصات يوم القيامة، الشمس تدنو من الخلاء والجمهة من عرق الجامع، يحتاج الناس بعد هذا إلى الشرب. وجد حوض أكرم به النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الحوض طوله شهر وعرضه شهر. يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى هذا يعني أنه دائم، آنيته عدد نجوم السماء، لونه أبيض من اللبن، ريحه أطيب من ريح المسك، ثمرة الشرب منه من شرب منه شربة لا يرمى بعدها أبدا. الجزاء من جنس العمل، الذي يشرب يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا ويسير على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم ما كان عليه الصحابة رضي الله عليهم، يكون الجزاء من جنس العمل أن يشرب من حوض النبي عليه الصلاة والسلام، ويذاد عن هذا الحوض أقوام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أمتي أمتي، يقال له إنك لا تدري ما أحدثه بعدك. فهذا الحوض الجزاء من جنس العمل. نعم. والشفاعة التي ادخرها لهم معكم كما روي بالأخبار، الشفاعة هي التوسط إلى الغير في جلب نفع ودفع ضر، وتنقسم إلى قسمين أو إلى ثلاثة أقسام لا إشكال، شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. شفاعة المنفية التي نفاها القرآن، التي تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، شرك أكبر، هؤلاء شفعاؤنا عند الله. أما الشفاعة تطلب من المخلوق فيما يقدر عليه بشروط أربعة تصح: حي وحاضر وقادر، وتعتقد أنه سبب. الشفاعة المثبتة أثبتها الله سبحانه وتعالى نفسه، تطلب من الله سبحانه وتعالى لا من غيره، تطلب من الله سبحانه وتعالى بشروط ثلاثة: الإذن بالشفاعة والرضا عن الشافع والرضا عن المشروع له. جمعت هذه الشروط الثلاثة في قوله سبحانه وتعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. تطلب من الله لا من غيره. هذه الشفاعة التي أثبتها الله سبحانه وتعالى نفسه تنقسم إلى قسمين: خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يشاركه في أحد، عامة للنبي صلى الله عليه وسلم، للأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، للملائكة، لكل عليهم السلام، لكل واحد، حتى الأفراد الأطفال يشفعوا. إذا هذه العامة، الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم هي التي أشار إليها المؤلف، ثلاثة أقسام: الشفاعة في أهل الموقف أن الله سبحانه وتعالى يقضي بين الخلائق، شفاعة عظمى. الثاني الشفاعة في فتح أبواب الجنة، لأن أبواب الجنة مغلقة تحتاج إلى شفاعة، وأول من يستفتح نبينا عليه الصلاة والسلام. والشفاعة في عمه أبي طالب أن يخفف عنه العذاب، لا يخرج من النار، صلى الله عليه وسلم. هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. الشفاعة العامة لكل واحد، الشفاعة في رفع الدرجة، اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهدين، كما نصلي على الجنائز وندعو له. الثاني الشفاعة في من دخل النار من الموحدين أن يخرج منها. والثالث الشفاعة في من استحق دخول النار من الموحدين أن لا يدخلها.
شرع الله سبحانه وتعالى الشفاعة إكراما للشافع ونفعا للمشفوع له. لكن اعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة لا يستطيع أن يبدأ بالشفاعة حتى يأتي الإذن من الله، فيسجد عليه الصلاة والسلام يقال له، يقول له الله سبحانه وتعالى ارفع رأسك، يأتي الإذن. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يشفع حتى يأذن الله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى لا يأذن للأصنام أن تشفع. نعم. قال والميثاق، لا الشفاعة، والشفاعة التي أخذها الله كما روي في الأخبار. نعم. والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته الحق عليه الصلاة والسلام، أخذ الله سبحانه وتعالى عليهم العهد والميثاق أن يعبدوا الله سبحانه وتعالى ولا يشركوا به شيئا. نعم. وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عددا ليدخل الجنة وعددا ليدخل. يا أخواننا، بعض الناس يعتقد هنا، هذا هنا يمثل الخالق الكامل بالمخلوق النافع، يقيس هذا، يسمى قياس مع الفارق، قياس فاسد. يظن أن الله سبحانه وتعالى قال هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي هؤلاء، يظن أنه هذا بلا علم وبلا حكمة. قلنا لا، هؤلاء إلى الجنة بفضل الله، وهؤلاء إلى النار بعدل أقيمت على الحجة، اختاروا هذا الطريق. فلا يمكن أننا نقيس الخالق الكامل سبحانه وتعالى بالمخلوق الناقص. نعم. جملة واحدة، لأنه عليم حكيم رحيم لا يظلم الناس شيئا. نعم. فلا يزال بذلك العدد ولا ينقص منه، ولا ينقص منه. نعم. جفت الأقلام ورفعت الصحف، ففيما العمل؟ اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أنت تجمع بين الإيمان بالقضاء والقدر والعمل وتحسن الظن في الله، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر. نعم. وكذلك أفعالهم فيما علم منه يفعلون. نعم. وكل ميسر لما خلق له، وكل ميسر لما خلق له. تقول أن الله سبحانه وتعالى اختار بأن أكون من أهل الجنة وأسعى لهذا وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يثبتني وإياكم يا رب العالمين. نعم. والأعمال بالخواتيم، الأعمال بالخواتيم حتى تخاف، حتى تكون بين الخوف والرجاء، ولا يوجد عندنا صكوك غفران، ودائما حذر خائف تراقب وتتقي الله سبحانه وتعالى، وممكن يختم لك بغيرها، لكن تحسن الظن في الله أن الله يختم لك بالسعة. أسأل الله أن يختم لي ولكم بالتوحيد. نعم. والسعيد من سعد بقضاء الله، السعيد من سعد بقضاء الله. نعم. جمعنا بين الشرع والقدر، إياك نعبد وإياك نستعين، فاعبده وتوكل عليه. نعم. الشقي من شقي بقضاء الله، هنا عدلا لا ظلم. نعم.